قال رجل راحت عليه نومه ولم يصلي العشاء وأصبح وطلعت عليه الشمس ولم يصلي الفجر فماذا يبدأ بصلاة العشاء أم بصلاة الفجر؟ نعم، أولا نقول لهذا الشخص لا تنم قبل العشاء، لا تنم قبل العشاء، لأن هذا مدعاة ألا تصليها. والأدهى الأمر أنه حتى لم يصلي إيش؟ الفجر. فيقال له حالتان: أن يكون متكاسلا متساهلا بالصلاة وجعل النوم هكذا سببا، وبالتالي كان بإمكانه أن يستيقظ ويصلي ومع ذلك لم يأخذ ولا بأي سبب، فهذا الشخص لا يصلي لا عشاء ولا فجر لأنه من أهل الكبائر، ويبدأ بالندم والاستغفار والرجوع إلى الله والبكاء على هاتين الكبيرتين المرتكبتين من قبله. الحالة الثانية: لا، هو غلبته عيناه ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهذا الشخص متى استيقظ فهذا يسمى جمع تأخير، وجمع التأخير لا يشترط فيه الترتيب، وإنما الترتيب هو من باب الأفضل، فيصلي العشاء ثم يصلي الفجر. وأظن أمثال هؤلاء أنهم من الصنف الأول، لا يتصور من صلاة المغرب لحديت صلاة الفجر وطلعت الشمس وملا راح على حمام ولا صحي ولا، فيخشى أن هذا الشخص من أهل الكبائر. ومع ذلك إن كانت حالة نادرة فقد أجبنا وجعلناه من الصنف الثاني. نعم، يا رجل أني سنن كبائر، هاي ظل في سنن كبائر، إذا تعمد بده يتوب إلى الله بده يندم، أما إذا كان من المعذورين بيصلي السنن بيصلي الوتر بيصلي كله مع وقت العذر كله يصلي.